بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان نهايات الدوال المركبة لرقم 2. إذن لننطلق على بركة الله. أولا قبل كل شيء علينا أن نتحدث عن العلاقة التي تربط بالنهايات الدوال المركبة. لاحظوا جيدا ماذا يقول القاعدة، تقول نهاية الدالة المركبة، ركزوا معي أرجوكم، مبرهنة. عندنا A و B و C تمثل أعداد حقيقية، أو كذلك الما لا نهاية زائد ما لا ناقص من، لأن ليست أعداد حقيقية لأن المجال عند النقص من زائد ما لا محلول يعني مفتوح، إذا نقول أن زائد ما ناقص من ليس أعداد حقيقية. عندنا U و V و F دوال، حيث لاحظوا ماذا أعطينا، أعطي أن F تساوي V تركيب U. سوف أفسر لكم نقطة نقطة. يعني ماذا معنى هذه U تكون في بطن ال V؟ يعني كأنما سوف أعطيكم تسميات حتى تفهموها أبنائي. إذا سمينا هذه كمصطلح البنت وهذه مصطلح الأم، فهذه يمكن أن نسميها مثلا الجدة مثلا كتفهموها. يعني دائما البنت تكون في بطن الأم، وهذان كلاهما يعطي لنا هذه يا أبنائي. ركزوا أرجوكم. إذا هنا عندنا لحساب هذه نهايات الدوال المركبة، عندنا ثم نتحدث عن كل مثال على حدة. عندنا إذا كانت ليميت الأو اللي هي البنت لما إكس يؤول إلى أ لأو لإكس تساوي لنا بي، وماذا هذه البنت نهايتها كم وجدناها؟ وجدناها بي. وإذا كانت ليميت في لو إكس اللي هي الأم، لما لاحظوا لما الإكس هنا، لاحظوا الإكس يؤول إلى أ، وهنا الإكس يصبح يؤول إلى البي، يعني هو نهاية الأم البنت. لاحظوا يعني النهاية الذي نجدها هنا تصبح هي التي يؤول إليها الفي، تعطي لنا ماذا؟ إذا أعطيت لنا سي، فإنك نهاية يعني ختامية، فإن نهاية هذه اللي هي الاف الذي يركبانها اي و في تعطي لنا مهما، إذا كان ليميت اف لإكس الإكس يؤول إلى أ فإنها تساوي سي. سوف نتابع ذلك عبر هذه الأمثلة لتفهموا كل شيء عن حدة. نتابع جيدا. إذا نترك هذا التعريف هنا أمامنا حتى نستثمر له. لاحظوا جيدا، ننطلق في المثال الأول اللي هو ها هو أمامكم يا أبنائي. لاحظوا معي رويدا رويدا. إذا هنا وجدنا الجذر ويوجد لنا الدالة التناظرية. إذا قلنا أنه U لي إكس هي هذه التي بالداخل، هذه هي U لي إكس، لأن هذه الدالة جذر x 3x زائد 4 على x ناقص 3 هي مركب دالتين، مركب للدالة التناظرية اللي هي 3x زائد 4 على ماذا؟ على x ناقص 3، ويوجد لنا دالة في الخارج، ها هي يا أبنائي، إذا سميناها بعبارتها اللي هي v لx تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا جذر x. افهموا نقطة نقطة، هذه الدالة التناظرية وعندنا دالة فوقها اللي هي هذه دالة جذرية. لاحظوا هنا أبنائنا ننطلق رويدا، ولا قال احسب لنا الليميت لما الإكس يؤول إلى زائد إلى الثلاثة بقيم أكبر. إذا ننطلق أولا في حساب نهاية البنت. ها هي البنت عبارتها، فتصبح لنا هكذا ليميت، انظروا جيدا، ليميت 3x زائد 4 على x ناقص 3 لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الثلاثة بقيم ماذا؟ بقيم أكبر، بقيم أكبر، ها هي أمامكم هنا كما أشير. سوف نبحث عن البي كم يكون. لو نعوض تعويض مباشر سوف نجد في المقام صفر، لأن هنا لو تعوض بالثلاثة سوف تجد لنا ثلاثة ناقص ثلاثة وهذا صفر. ركزوا معي أبنائي، يمكن أن نكتب هكذا ليميت 3x زائد 4 في 1 على x ناقص 3، لأن العملية عملية في، فيجوز البسط في البسط والمقام في المقام، لما x يؤول إلى الثلاثة، إلى الثلاثة لكن بقيم أكبر. عندنا نهاية شهيرة عليكم أن تعلموها، اللي هي ما هي أبنائي؟ اللي هي ليميت 1 على x ناقص ماذا؟ ناقص a
لما الإكس يؤول إلى الأ بقيم أكبر، بقيم أكبر هذه نهاية شهيرة اللي هي زائد ما لا نهاية. معناه هذه تعطي لكم كم؟ تعطي لكم زائد ما لا نهاية. الآن زائد ما لا نهاية، وهنا عوضوا بالثلاثة، كم تصبح لكم؟ لو نعوض هنا بالثلاثة تصبح لنا كم؟ ثلاثة في ثلاثة هي تسعة زائد أربعة ثلاثة عشر. معناه ثلاثة عشر في ما لا نهاية، بما أن ما لا نهاية عدد كبير جدا، فيصبح لنا ماذا تساوينا؟ تساوينا زائد ما لا نهاية. إذا نهاية هذه البنت تصبح كم؟ تصبح لنا زائد ما لا نهاية، يعني ها هو البي. لكن البي لا يمكن أن نقول إنه عدد، عدد حقيقي، فنقول إنها أعطت لنا هذه، مثل ما قال أ وبي وسي والما لا نهاية زائد ما لا ناقص ما لا نهاية، إذا أعطيت لنا هذه. الآن هذا الشيء الذي وجدناه تصبح، هذا الشيء تصبح يؤول إليه الفي لإكس. ركزوا كيف، معناها تصبح لنا هكذا ليميت، انظروا جيدا، ليميت في لي اكس لما الاكس هنا لا تقول يا ابنائي يؤول الى الثلاثه، لا، انظروا جيدا الى التعريف، هذا يصبح هنا، معناه يصبح هنا زائد ما لا نهايه في هذا المكان، بعدما كان لاحظوا هنا كم؟ الثلاثه، لا، هذا الشيء الذي وجدناه للبنت هو الذي يصبح يؤول اليه الاكس، فتصبح لنا ليميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه مشهورة أنها ليميت زائد جذر جذر لما لون، يعني كتقريب لمعلومة لو نعوض هذه هنا تصبح جذر ما لا نهاية، مشهورة أنها تساوي لنا زائد ما لا نهاية. إذا النهاية الكلية اللي هي ماذا يا أبنائي؟ اللي هي زائد ما لا نهاية، ها هو التعريف، فوجدنا النهاية كم؟ وجدناها السي اللي هي ما لا نهاية، إذا ها هي أمامكم ما لا نهاية، هذا ما نسميه تركيب الدوال. الآن بعد ما أكملنا مع المثال الأول، وأتمنى قد فهمتم الفكرة، نأتي الآن أبنائي إلى المثال الثاني لتزيدوا في التطبيق أكثر. نأتي الآن إلى المثال مع الثاني أبنائي. إذا ها هي عبارته، انظروا ها هي عبارته. الآن بنفس الخطة، قال ليميت جذر 3 ناقص 6 اكس على 1 ناقص اكس يؤول الى الواحد بقيم اكبر. هنا كذلك عندنا تركيب دالتين اللي هي اف يساوي لنا في تركيب اي، لكن عباره الفي اي لي اكس اللي هي البنت هي تلك الداله التناظريه اللي هي 3 ناقص 6 اكس، نتابع جيدا، على ماذا؟ على واحد ناقص إكس. الآن ننطلق في حساب نهاية البنت، وعندنا الأم اللي هي في لي إكس عبارتها تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا هذه القيمة، انظروا اللي هي جذر هكذا جذر إكس. ننطلق في حساب نهاية البنت، ماذا تصبح لنا؟ ليميت 3 ناقص 6 إكس على واحد ناقص إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. نقوم بالتفكيك، انظروا جيدا مثل ما فعلنا في المثال الأول، فتصبح لنا ليميت 3 ناقص 6 إكس على، نقوم بالتفكيك، قلت في واحد على واحد ناقص إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. هنا لكي نتحايل أبنائي ونقضي، لنعود إلى قاعدة التي تحدثنا عليها اللي هي ليميت واحد على إكس ناقص أ لما الإكس يؤول إلى أ، قلنا بقيم أكبر، قلنا بقيم أكبر تساوي لنا زائد ما لا نهاية، لكن هذه القيمة غير مكتوبة على ذلك، لأن لو نعوض بالواحد تعطينا في المقام صفر، وهذا مشكل. ما رأيكم لو نضرب في البسط في الناقص، ونضرب هذا المقام في الناقص كي نجعلها مكتوبة على هذه الصيغة، فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا تساوي، نكتب هنا التساوي، إلا أن هذه نفصلها كي تظهر كقاعدة، تصبح لنا ليميت، انشر هذا في هذا تصبح لنا ثلاثة ناقص ثلاثة عفوا، معناه لو ننشر هذا في هذا تصبح لنا 6 إكس، وننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص ثلاثة هكذا، في ماذا؟ في واحد على إكس ناقص واحد، لأن هذا الناقص يصبح هنا ناقص واحد وهنا الإكس.
لما الإكس ما زال يؤول إلى الواحد بقيم أكبر، لم أفعل شيء إنما ضربت في البسط وفي المقام، في البسط الناقص والمقام الناقص، فأصبحت تساوي لنا. الآن طبقا لهذه القاعدة انظروا جيدا، هذه ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم زائد ما لا نهاية. الآن عوضوا هنا بواحد، 6 في 1 6 ناقص 3 تصبح لنا 3، 3 في ما لا نهاية أكيد كلكم تقولون يا أستاذ إنها زائد ما لا نهاية. الآن البنت نهايتها كم أصبحت؟ أصبحت زائد ما لا نهاية، هذا الذي تصبح تؤول إليه الأم، يعني يصبح لنا ليميت في لإكس لما الإكس لا نقول تؤول إلى الواحد، لا تؤول إلى ما وجدناه ها هنا، تصبح لنا زائد ما لا نهاية، تصبح تساوي لنا ليميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية، احذروا لا تقول يؤول إلى الواحد، لا، وهذه مشهورة جذر ما لا نهاية هو الزائد ما لا نهاية، ها هي أمامكم. وهنا يمكن كذلك التفسير بياني، نقول وفي الأخير تصبح لنا كليا هنا كم وجدنا؟ تصبح نجدها تساوي لنا زائد ما لا نهاية، وكالتفسير بياني نقول إكس يساوي لنا واحد مستقيم مقارب عمودي، مستقيم مقارب، لأن تقول نهاية إذا انطلقنا من عدد معلوم وجدناها نهاية غير منتهية، فنقول إكس يساوي ذلك العدد مستقيم مقارب عمودي، أو بلغة أخرى شاقولي أو موازي لمحور التراتب. الآن بعد ما أكملنا مع ذا ما هذا المثال الثاني، سوف نتطرق أبنائي إلى وكله نتحدث من خلاله حول نهاية الدوال المركبة. هنا كذلك كلكم قد انتبهتم أنه يوجد لنا هنا مركب دالتين عندنا اللي هي F تساوي لنا V تركيب E، عبارة الـ V الـ E كلكم تلاحظونها اللي هي E لـ X تصبح تساوي لنا X مربع زائد X زائد واحد، أما الـ V اللي هي الأم اللي هي V لـ X تساوي لنا جذر X. عندنا نهاية ننطلق عند الـ X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، تصبح لنا ليميت إكس مربع زائد إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، الدالة كثير الحدود، لم عند ما لا نهاية نعوض نأخذ ماذا؟ نهاية أكبر حد اللي هي تصبح لنا ليميت إكس مربع، لو كانت هنا الخمسة أو ستة خذوها مع بعض معها أو الناقص أو ما أشبه ذلك، لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه تصبح ما لا نهاية فيما تصبح لنا زائد ما لا نهاية. الآن البنت أعطت لنا ما لا نهاية، فتصبح لنا ماذا؟ فما لا نهاية التي وجدت هي التي تصبح لها تؤول إليها ماذا؟ يؤول إليها الإكس للأم، يصبح لنا ليميت جذر إكس اللي هي لهذه العبارة لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وتصبح لنا هذه كذلك زائد ما لا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. عندنا كذلك نأتي إلى المثال الأخير، لاحظوا جيدا تابعوا معي. عندنا لو نأتي إلى المثال الرابع بنفس الخطة، أظن أن الفكرة قد فهمتموها، لاحظوا جيدا كذلك هنا عندنا مركب دالتين، الدالة هي التي خلة متابع إذا قلت الدالة هي التي بالداخل اللي هي عبارتها هي إيلي إك عفوا إيلي إكس تساوي لنا ناقص 2 في إكس مربع عفوا إكس مكعب زائد إكس ناقص 3، والفي لي إكس اللي هي الأم اللي هي في لي إكس تساوي لنا هذا الجذر الكبير اللي هي كم؟ اللي هي جذر إكس. نأتي بنفس الخطة نقول ليميت ماذا؟ بما أنها دالة كثير حدود ما زال الإكس قلنا يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، فتصبح لنا نهاية أكبر حد، تصبح لنا ليميت ناقص 2 في إكس قوة 3 تساوي، لو نعوض يعني كتقريب للمفهوم لاحظوا هنا ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية، كم؟ ناقص في ناقص في ناقص ناقص، وهذا الناقص الذي بقي هنا كم تعطي لكم؟ أكيد تعطي لكم زائد ما لا نهاية. أكرر هنا ناقص في ناقص في ناقص ناقص، وهذا الناقص يصبح لكم زائد ما لا نهاية. الآن تصبح لنا هذا الشيء الذي وجد يصبح لها تؤول إكس في عند الأم، تصبح لنا ليميت
جذر إكس لما الإكس يؤول إلى يصبح الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، وتصبح كذلك زائد ما لا نهاية بهذه البساطة المطلقة فقط يا أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من خلال هذا الفيديو، كما لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، وكذلك يوجد منتدى الأستاذ نور الدين أسفل، رابط أسفل الفيديو، ليصلكم جديدنا باستمرار. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.